دور وكالات الأنباء في ترقية الرياضة المتوسطية والترويج لمختلف التظاهرات الرياضية محور الملتقى الدولي الذي نظمته وكالة الأنباء الجزائرية بالتنسيق مع رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط. إن الجزائر هي أرض المحبة والسلام، ووهران هي واجهتها ونافذتها اليوم على كل الشعوب الشقيقة والصديقة في حوض المتوسط وعلى كل شعوب العالم. ولا شك أن وكالات أنباء بلدان البحر الأبيض المتوسط التي تمثلونها سترافقنا في تغطية هذا اللقاء الرياضي العالمي، وهي وفي نقل صورة من كل ما هو جميل عن وهران وعن الجزائر الجديدة والواعدة. إن الغاية التي أسست على ضوئها فكرة تنظيم هذا الملتقى تتمثل في تعزيز الجهود وتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير عمل ودور وكالات الأنباء الإقليمية في ترقية عالم الرياضة في المتوسط، بالنظر إلى الأهمية التي باتت تكتسيها الرياضة لدى المجتمعات، شأنها شأن السياسة والاقتصاد وكبريات القضايا التي تشغل اهتمام أجهزة الإعلام وعلى رأسها وكالات الأنباء لمسايرة الواقع ومقتضياته. الحدث الذي ستحتضنه وهران بعد أيام يشد اهتمام ممثلي رابطة وكالات الأنباء المتوسطية التي ينتظر أن يكون لها دور فعال عبر تغطية الحدث بكل موضوعية واحترافية ومصداقية. دور وكالة الأنباء هو أن تكون المصدر الرئيسي للمعلومة في بلدها، وهذا أمر جد مهم لأنه بإمكاننا الترويج للألعاب المتوسطية لأنها وسيلة للتعبير وللتقارب بين ضفتي البحر المتوسط، وستقوم بدور كبير للترويج للألعاب هنا بوهران، وأنا متأكد من أنها ستكون ألعاب ناجحة تشارك في تطوير وتوسيع العلاقات بين بلدان البحر الأبيض المتوسط. تسهم الرياضة في تعزيز الوحدة والتعايش بين شعوب البحر الأبيض المتوسط، ووكالات الأنباء طرف في المعادلة وشريك أساسي عبر تغطية مميزة للحدث الذي سينطلق بعد أيام بعروس المتوسط وهران.